ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مهما وهي رفع الغل من قلب المسلم. إذا كان في قلبك شيء على المسلمين كيف ترفعه؟ أو ضيق يا أخي كيف ترفعه؟ بثلاث شغلات. واحد إخلاص العمل لله، هاي الحديث اقرأه تبعه، إخلاص العمل لله. اثنين، مناصحة ولاة الأمر سرا. ما في الحديث سرا، في الأحاديث الأخرى من وجد من أميره شيئا فليخلو به. ثلاث، هي يتبع، هي قدامك عم متبع. نعم، لزوم الجماعة، وكما قال الإمام الشافعي الجماعة جماعتان، جماعة أبدان وجماعة أفهام، فالعبرة جماعة الأفهام. فالمسلم قد يكون بين النصارى لا يكون نصرانيا، والنصراني قد يعيش بين المسلمين لا يكون مسلما. إذن العبرة الأبدان ولا الأفهام؟ هكذا قال الشافعي، العبرة الأفهام. ففهمك هل هو فهم المسلمين؟ شو الفائدة محطوط في الهوية مسلم لكن أفكارك أفكار مين؟ الكفرة والمشركين والعياذ بالله.